يكون هو الأفضل في مصر حاليا بالنسبة للمدافعين، بدأ يفكر في خوض تجربة الاحتراف، بقى في طبعا تواصل مع أحد الشركات التسويق علشان يشوفوا يعني عروض سواء في الدوري الأسباني، في الدوري الإنجليزي، في بعض الدوريات. يمكن لعيبة المنتخب لما بتقابل بعض المحترفين والمحليين بيبقى في إصرار من اللاعبين المحترفين على ضرورة ان اللاعبين المحليين ايا ما كان بيلعبوا فين، بيلعبوا في الاهلي، بيلعبوا في الزمالك، بيلعبوا في اي مكان في بيراميدز، دايما بيتكلموا على ضرورة ان يكون في محاولات من اللاعبين مع انديتهم ان هم يتم تسهيل مهمتهم في الاحتراف الخارجي. اصرار محمد عبد المنعم راجع لامرين. الامر الاول ان هو خد وعد من بعض المسؤولين داخل النادي الاهلي بالسماح ليه بالاحتراف الخارجي. الامر الثاني ان المبلغ المالي اللي طلبه محمد عبد المنعم للتجديد مبلغ، البعض داخل النادي الاهلي بيرى ان مبلغ مبالغ فيه في الموسم بيصل إلى يعني 20 مليون جنيه، لكن حتى الآن ما تمتش المفاوضات بشكل كامل، وما تمتش المفاوضات يعني في جلسات جدية في الوقت اللي محمد عبد المنعم بيحاول إن هو يبحث عن عروض أو عرض احتراف خارجي، لأن شايف إن الفترة الحالية هي الفترة، وده كلامه مع بعض اللاعبين داخل النادي الأهلي، إن لو ما احترفتش دلوقتي مش هحترف تاني، وبالتالي مش عايز أضيع فرصة مهمة بالنسبة لي وفرصة مهمة مش هتتكرر إن أنا أحترف في التوقيت الحالي. ده بيواجه طبعا يعني محاولات من جانب لجنة التخطيط في النادي الأهلي إن السماح لمحمد عبد المنعم بالاحتراف الخارجي هيخلي النادي الأهلي أو هيلزم النادي الأهلي بالتعاقد مع مدافع أو ظهير مساك خلال الفترة المقبلة، سواء في يناير أو مع بداية الموسم الجديد. لكن الأولوية دايما داخل النادي الأهلي في الفترة الأخيرة لحل مشكلتين. المشكلة الأولى خاصة بالظهير الأيسر، وزي ما قلت لك امبارح عن أحمد فتوح، والنادي الأهلي مش قافل الباب بشكل كامل، لكن في نفس الوقت في مفاوضات وفي محاولات وفي عرض رايح جاي، لكن ما فيش جدية بشكل كبير في اتمام طبعا المفاوضات، لان في النهاية زي ما قلت لك ان الناحية التانية في نادي الزمالك في عرض جاد من جانب المسؤولين داخل نادي الزمالك، وفي محاولات لانهاء الازمة خلال الايام المقبلة او الساعات المقبلة بانهاء الازمة والتجديد للاعب لمدة 4 سنوات مع السماح لي بالاحتراف لو جاله عرض جاي. ده فيما يخص محمد عبد المنعم. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا قهوة الخواجة. دايما بنقول بتشجع كورة ولا بتشجع نادي؟ أكيد بتشجع كورة، والخواجة معجم كورة. محمد عبد المنعم مصمم، عنده إصرار على الاحتراف خارج النادي، خارج الاحتراف الخارجي، سواء إذا كان في يعني الأقاويل بتقول إن الدوري الفرنسي أو الدوري الإنجليزي أو احتراف يعني بيشي الدوري السعودي بالبلدي كده. طيب إيه محمد عبد المنعم مختار الوقت ده ليه؟ لأنه بيقول لك أنا أفضل فتراتي الفترة ده، والعمر والسن، وهو 24 سنة وقت مناسب جدا ان هو يروح يحترف، وهو مستوى ثابت مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر، وهو بمنتهى الامانة مدافع تقيل على الكرة وتقيل في مكانه، من افضل مدافعي الكرة المصرية حاليا. يعني النادي الاهلي بيتفاوض مع محمد عبد المنعم، طب اقعد يا محمد عبد المنعم انا عايز 20 مليون في السنة. طب النادي الاهلي في بعض
في النادي الاهلي زي ما قال اسلام صادق، ان بيقولوا ان المبلغ كبير جدا، وفي ناس بتقول المبلغ كويس. طيب ايه اللي هيحدد؟ النادي الاهلي في الحالات دي بيبقى حازم وصارم، يعني الافضل لمحمد عبد المنعم والنادي الاهلي، شوف لك يا ابن عقد احتراف، واللي هيجي هيجي ب 10 12 مليون، يبقى النادي الاهلي استفاد من المبلغ المالي اللي هيطلع من محمد عبد المنعم في حاله احترافه، وفي نفس الوقت هيجيب لعيب تقيل بال 12 او ال 10 مليون، او بيتطور مع النادي الاهلي. انت عندك، انت في الناحيه الدفاعيه عندك ياسر ابراهيم، عندك رامي ربيعه، عندك محمود متولي اللي هو برضو يعني مصاب وان شاء الله يرجع بقى بسلامه، عندك خالد عبد الفتاح ساعات بيخش، اكرم توفيق ساعات بيخش، محمد هاني ساعات بيخش، كل ده بيلعب في قلب الدفاع مع اللاعب الجديد اللي يتم التعاقد معاه. النادي الاهلي عنده ملفات كتيره، يعني انت لو اسلام صادق بيقول ان احمد فتوح الباك الشمال، او لو مش احمد فتوح هو عايز باك شمال وعايز مهاجم، انطوني موديز اخر مواسمه ده لو ما مشيش في يناير يعني. فمحمد عبد المنعم مصمم على الاحتراف، والقصه في 20 مليون في السنه او يرفعوا له عقده. طب ال 20 مليون دول لما تيجي تجدد، ولا انت عايز عقدك يترفع؟ اسمع رايك في الكومنتات، ورب الحلقه تكون عجبتكم. دايما كل جديد على قهوه الخواجه. حبيبي يا خواجه.